السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بالأخوات المشتركات والغير مشتركات معنا في القناة. اللي ماشي مشتركين معنا في القناة يشتركوا معنا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم معنا إن شاء الله جديد. طريقة اليوم طريقة شوف هذه بوندو كما احنا نقولوا بوندو ولا بندان. هاي هاك هاد الطريقة تقدروا تستعملوها على نوعين. تقدروا تستعملوها بندانا، تقدروا ترجعوها هكا بوني. هاي تقدروا ترجعوها تربان او بون. هاي شوف انا خيرت خليتها بندانا نتاع الشعر هكا. المهم درت لكم على نوعين، طريقتين زوج. تبغيو ديروها بندانا، تبغيو تردوها بوني، اختيار ليكم نتوما. انا المهم درتها هكا بهذه الطريقه باش تردوها بوني. الطريقه سهله، تولي تخيطوها هنا وخلاص. هاي تخيطوا هنا بهذه الطريقه، تخيطوها هنا. شوفوا هنا في الخلف، هاي في الخلف عاود تجي منا ها هكا تجي عاودك. تقدروا ديروها من الامام، تقدروا ديروا هذا في الخلف وهذا في الامام، تقدروا ديروها بكم على مرتين. والقماش اللي يساعدكم في التكسان ويكون قماش رقيق تخدموا به، ما يكونش القماش غلي باش هذه البوندا تجي قدكم في الدوره تاع الراس وتجي قدكم في العرض نتاع الراس. هيا ويجي هاي شوف هاي عريضه هكا، هاي ما نديروها بوني، بوني تجي شاب. هاي المهم نعطيكم الطريقه. القماش كان عندي في الدار ما شريتش. المهم يكون عندكم اي قماش ما تستعملوش، اي حاجه ما تكونوش تستعملوها تخدموا بها. هاي خدمت كانت عندي هنا ما كنتش نستعملها، خدمت بها، هاي ساعدتني وخدمت بها جات شابه. المهم ندير لكم الطريقه ما نطولش عليكم. ها هي هنا شوف ها على زوج جهات، هذه راها على زوج. هاي جهه الفوقانيه وجهه التحتانيه. المهم نتوما دائما تستعينوا في الاول تعبروا هنا هنا دائما تعبروا الدوره نتاع الراس. الدوره نتاع الراس كاين كل واحد وشحال عنده من سنتيم في الدوره نتاع الراس. حنا المهم نستعملوا 60 سنتيم في الدوره نتاع الراس. وكاين البوني اللي ما يديروش فيه 60 سنتيم، كاين البوني اللي يجي غير من الفوق، يجي غير ديكور، يجي غير زواق، البوني ما يجيش من الممقع في الراس. كل بوني والنوعيه نتاعه. انا دايرت لكم الانواع تاع البونيات بزاف. نديروا طريقه الفصال. هذا القماش اللي استعملته بيزو إلاستي، بيزو نيلو، جاي نيلو إلاستي، يتكسل مليح، هاو يتكسل ومرخوف، ماشي ما جايش من النوعيه الغليظه، جاي غير من النوعيه الرقيقه. هنا نتوما تبعوا الفصاله نتاع البنيات على حساب النوعيه نتاع القماش. كاين اللي تبغي تستعمل كيما هكا تستعمل هكا، لكن دير قماش اخر، قماش نوعيه اخرى. كي تجي تعبر تقول لك جاني ضيق، ما جانيش، جاني صغير. تبعوا النوعيه نتاع القماش. القماش يكون عندنا كيما درك هذا يكون رقيق ويكون يتكسل، يكون يتجبد مليح. هاي درت على حساب الدوره نتاع الراس، درت 54 سنتيم طول و 30 سنتيم عرض. ندير الطريقه نتاع الفصاله، نقصص من هاي، نقصص برك هنا دائما يجي على الجهه اللي تكسلنا. الطريقه نجي نقصص عاود نزيد هذا ما نحتاجهش، يتكسل بهذه الطريقه. ها شوف يتكسل، ها هكا يتكسل. ها هي درك فصلنا، درك واش نديرو؟ درك تمشيو هكا. ها شوف ما تقولوليش من بعد ما فهمناش، الطريقه سهله. ها هي تطويو هكا على زوج، تطويوهم قد قد في زوج، ها نطويوهم في زوج. دوك كي تطويوهم هكا في زوج واش ديرولهم؟ نطويوهم في زوج، نخيط نخيط هنا ونخيط هنا، نخيطهم ونوليو نزيدو نكملو باش نوريكم كيش تزيدو ديرو. هاي غادي نخيطهم دروك في زوج، نخيطهم هنا ونخيطهم هنا ونوليو نزيدو نكملو. خيطتهم في زوج، هاهم خيط. كي تكونوا القماش نتاع بيزو كي تكونوا تخيطوه في الماشينه، كي تخيطوا هكا دوك الخياطه راه تخيط، تجبدوا لعندكم هكا
دوك هنا راه الابره تخيط، وانتم كي تخيطوا الابره راه تمشى وتجبد. باش كديروا البوندا تاعكم في الشعر ما تجيش ضيقه، هاي تتكسل اي كيش ما ديروا لها تتكسل. هاي باش كي كاين بزاف اللي يخيط غير هكا، كي يجي هكا يقول لك طرت قلت لي نحلت، لكن بيزو بيزو لازم نتعاملوا معاه بهالطريقه. هاي دروك نقلب هاك، هاي يعني قلبت بهالطريقه، دروك ديروا هكا ديروا هاد الخياطه هنا تجي في الوسط، هاي هاد الخياطه تقعد في الوسط. نزيد نقلب هادي ونخليه هنا، هادي تقعد هنا. دروك هاد الخياطه في الوسط، واش ندير دروك نمشي للماشينة عاود ونخيط، نخيط شوف نخيط هنا ونحبس هنا على حساب جوج صباع هاك. ندير لكم بالسنتيم، نحبس هنا نحبس 4 سنتيم، ها هي نحبس على حساب 4 سنتيم او 3 سنتيم. هاي دروك غادي نخيطها، نخيطها هنا ونحبس هنا ونولي نزيدو نكمل. هاي هاك خيط، هيا خيطت هنا وخليت هنا الفتحه، هذيك الفتحه واش ديروا فيها؟ هذيك الفتحه ندخلوا فيها هذا، ها هو هذا ديروا هاك، ها هو عاود الخياطه جيبوها هنا وهكا بهذه الطريقه وجيبوا هنا. هاي هنا نتوما واش طرتكم خاص الخياطه تجيكم من الداخل ما تجيش على برا. ندخل هنا، هاي شوفوا الخياطه خاص كلش يجي من الداخل، هاي هاي شوفوا هنا دروك واش ندير. دروك عاود نمشي للماشينه ونخيط هنا، نخيط عاود هذا، هاني دخلت انتبهوا معايا ملي حشتوني، هاي دخلت هنا، هاي دخل يجيو دروك هاك، خاصني دروك عاود نولي نخيطها ونجيبهم كيف كيف مع بعضهم بعد هاك، يجيو هاك يجي البوني تاعنا بهذه الطريقه هاك. نمشي نخيط ونولي ونزيدو نكملو، هاي هاي هنا كي تجيو تجيو هنا هاك، ديرو هاك. هاي عندي الخياطه من داخل هنا، دروك كيش ندير دروك ندير هاك، دوك نستعمل بهالطريقة. هاي شوف هاي شوفو هنا، هنا هاي الخياطة وهنا عاودك جيني خياطة، وكي نولي نقلب نولي نقلب بهالطريقة، هاي كي نخيط يجوني هاك، شوف هاك كلش يجي لداخل. هاي الخياطة لازم انتبهو هنا بهاد الضربة هنا، هاي الخياطة هنا لداخل، وعاود هاد الخياطة خاصني نجيبها معاها لداخل، نخيط ونولي. كملت البوني تاعي، خيطتها، ها هي خيطنا من كي وريتكم الطريقة، خيطنا دروك هادي درناها بوندا نتاع الشعر، هادي خدمتها بوندا تاع الشعر، قلت لكم تبغيوها بوندا تاع الشعر تطويوها على زوج بهاد الطريقة، تخليوها هكا تطويوها على زوج، هاهي هكا تجي بوندا تاع الشعر، هاهي. هكا راها بوندا، نتوما كي ديروها في راسكم تعرفوا كيش تستعملوا كيش تديروا معاها. هاي المهم هكا هكا بهذه الطريقه كي تخدموها بوندا ديروا لها هذه، هاي ديروا هذه هنايا هذه الحاشيه هنا، كي تخدموها غير تخدموها بوني. درك هذه كيش درتها لكم، هذه غادي نديرها لكم بوني. درك بوني كيش ديرو بوني غادي نخيطه هنا، نخيطه هنا فهاد البلاصه منا يجي تلهم تن، يجي هنا ويجي مخيط كاع تلمو كاع حدا وتخيطو، نخيطه ونولي. ها هو كملته، ها هي رديته بون. هاي هنا تبغيو ديرو تكميشه صغيره هكا بلاستيك تقدرو، تبغيو تخليوها هكا الاختيار ليكم، الا درتوه في راسكم وجاكم شويه واسع تقدروا تلموه هنا بلاستيك، تقدروا تلموه بلاستيك، لكن نفضل نخليه هكا بلا لاستيك.
هاو جا بوني جا شباب. هاشو بوني جا شباب. نسيه لكم هنا في الرسطة المنكر. ها هي شوفوا هالطريقة المنكر يجيها شوية واسع، ما يجيش كيما احنا. انا في راسي جاني هو جاني قد قد شوف البوني جا روعة، من في اللبسة جا شباب. شوف هنا على حساب ولدكم تبغيو، اللي تبغي دير له لاستيك تقدروا ديرو، تبغيو ولدكم تخليوه ديروا له غير تكميشات زوج ولا هكا ديروا زوج تكميشات ولا ما تكثروش. الاختيار يولي لكم ليكم نتوما، لكن هنا على حساب الشعر، كل وحده على حساب شعرها. هاي ان شاء الله تستفادوا من هذه الطريقه وهذه الفكره توصلكم. هاي شوف ميم تقدروا تخدموا بلونين، تقدروا ديروا زوج تاع الالوان. هاي تخدموا هكا بهذه الطريقه تخدموا البونين تاعكم. ها هو البوني تاعنا. النتيجة النهائية تاع البوني تاعنا، البوني تاعنا جا شباب في الشعر، يجي أحسن من المانكا. أي قماش يكون عندكم في الدار تقدروا تخدموا به، هذه تقدروا قلتلكم تستعملوها بندانا، تقدروا تستعملوا بون. هاي نتوما العرض الإختيار لكم، الطول على حسب الدورة نتاع الرأس، والعرض تبغيو تعرضوا هكا تبغيو تنقصوا، هذاك الإختيار لكم. أنا عجبوني، أنا فضلتهم بهذه الطريقه، يجيو عراض باش يمدوا تكميشه للبوندا هكا، باش البوندا تجي مكمشه تجي شابه. المهم هذه هي النتيجه النهائيه تاع البندانا تاعنا ونتاع البوني تاعنا. بندانا ترجعوها بون. هاي ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره، وان شاء الله الطريقه تجيكم مفهومه. ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.